في إطار حرص القوات المسلحة على تيسير الإجراءات لشركات القطاع المدني التي ترغب في التعامل معها، تعلن وزارة الدفاع عن بدء التسجيل بسجل قيد الموردين للشركات التي ترغب في التعامل مع القوات المسلحة عن العام المالي 2023-2024. وأشارت وزارة الدفاع إلى أنه يتم فتح باب التسجيل للشركات المحلية المتقدمة لأول مرة والتي ترغب في التعامل مع القوات المسلحة عن العام المالي 2023-2024 من خلال قيام تلك الشركات بتسجيل البيانات الخاصة بها على موقع منظومة إصدار الموافقات الأمنية اعتبارا من الأول من يناير المقبل. كما أوضحت وزارة الدفاع أنه عقب قيام الشركات بالتسجيل يتم إخطارها على الموقع عليه بجميع البيانات والأوراق المطلوبة والمطلوب استيفاؤها مع حجز موعد لتقديمها لمجمع خدمات الأمن الحربي.